الدكتور مضر نزار حسن استشاري جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية في مستشفى المدينة ميدي كلينيك. نوفر لمرضانا من الرجال والنساء والأطفال أحدث تقنيات علاج الأورام والحصوات والجراحة الترميمية. بمساعدة الجراحة الروبوتية نوفر جراحة عالية الدقة وقليلة الألم لإزالة أورام البروستات والمثانة والكليتين بكفاءة ودقة عاليتين. كذلك نوفر علاجات حصوات الكلى وتضخم البروستات بأحدث الطرق المتوفرة. إذا كنت تعاني من إحدى تلك المشاكل فأهلا وسهلا بك إلى مستشفى المدينة ميدي كلينيك.